المورفولوجي. طيب المورفولوجي علم يدرس النحو وسوالفه. شلون ما انا اقول بالعربي على سبيل المثال جمع المذكر السالم، وشون يتكون هاي الجملة وحالاتها الشاذة، يعني علم الصرف، علم النحو. طيب خلينا ناخذ تعريفه المورفولوجي. تعريفه: The analysis of the structure of the word. هو تحليل ودراسة شكل الكلمة. هذا هو المورفولوجي. يعني أنا أحلل الكلمة، هاي الكلمة منين جتني، شلون تكونت، شنو أصلها، الإضافات اللي طرأت عليها، هاي الأمور كليتها أسميها علم المورفولوجي. طيب أنا عندي علم يسمونه المورفولوجي، وعندي علم يسمونه الفونولوجي. الفونولوجي هو علم الصوت، وأصغر وحدة بعلم الصوت هي الفونيم. حلو. أما بالنحو أو بالمورفولوجي، علم المورفولوجي، فعندي أصغر وحدة أسميها المورفيم. مورفيم تعريفها is a minimal unit of meaning or a grammatical function. إذن هي تعريفها، وهي أصغر وحدة، وهي أصغر وحدة بالقواعد أو بالمعنى. هذا تعريف المورفيم. تعريف المورفولوجي جدا مهم، تعريف المورفيم كذلك أيضا مهم جدا. طيب ننتقل أيضا إلى شيء آخر اسمه الفري مورفيم. شنو يعني free morpheme؟ يعني morpheme that can be stand alone by itself as a single word. يعني الكلمة أو جزء من كلمة اللي يكون إلى معنى خاص منفرد وحاده، مثل كلمة play إلها معنى. نعم إلها معنى، معناها يلعب. عندي كلمة study معناها يدرس، مثل كلمة pen معناها قلم. هذا هو الفري morpheme. طيب كذلك عندي تعريف آخر مهم جدا في هذا الفصل، وهو الباوند مورفيم. شنو يعني باوند مورفيم؟ باوند مورفيم is a morpheme such as en or ed that can't be stand alone. يعني هو المورفيم هو كلمة أو جزء من كلمة اللي ما يقدر يكون إلى معنى وحيدة، اللي ما يقدر يكون إلى معنى وحيدة. ناخذ أمثلة أخرى. طيب الآن على سبيل المثال، طبعا على كلمة الفري والباوند. فري يعني اللي إلى معنى، والباوند اللي ما إلى معنى. طيب آخذ أمثلة. على سبيل المثال لو جيت على كلمة pen، كلمة pen معناها قلم، وهاي هي free morpheme. ولكن لو قلت pens هذه صارت two morphemes، مورفيمين اثنين. هاي صارت مورفيمين اثنين، يعني صار عندي مورفيمين مو واحد. طيب اذا اريد افصلهم راح اقول البين وحدها، اذا افصلهم اقول البين القلم وحدها تساوي طبعا فري. طيب والاس، الاس اللي عندي هنا راح اقول عليها باوند مورفيم. اخذ كلمة اخرى ولتكن شوية اطول، مثل كلمة Thanks. هذه الكلمة تحتوي على ثلاثة مورفيمات. أجي أقسمهم يابا، السي وحدها هاي فري. ليش؟ لأن لها معنى وحدها. الاي ان جي ما لها معنى وحدها، لذلك bound. الاس ما لها معنى وحدها، لذلك bound. المورفيم هو أي كلمة لها معنى، حتى باللغة العربية نفس ذلك، نفس الشيء. مثل عندي كلمة درسة، كلمة درسة أو كلمة زرعة هي مورفيم، وهذا المورفيم نوعه فري. ليش؟ لأنه إلى معنى، لأنه إلى معنى وحيدة، إلى معنى وحيدة. هذا المورفيم زرعة فري مورفيم. حلو. أقدر أضيف له باوند مورفيم. مثلا إيش؟ على سبيل المثال عندي كلمة مثلا يزرعون. لو جت على كلمة يزرعون، هذه الكلمة تتكون من ثلاثة مورفيمات. الجزء الأول هو يزرع، ولدي الجزء الثاني، اللي هو الجزء الأول اللي هو حرف الياء اللي هو المورفيم اللي يدل على المضارع، والجزء الثالث اللي هو
الأول هي مالة المضارع، الثانية يزرع اللي هو الفري مورفيم، والواو والنون هي أيضا باوند مورفيم. ليش؟ لأن مالها معنى وحيدها. إذن اللي يزرعه تتكون من ثلاثة مورفيمات، حرف الياء وهو باوند مورفيم. زين شلون عرفت حرف الياء باوند مورفيم؟ شيل الياء حطها بحيدك، شيل الياء وحطها بحيدك، لها معنى؟ لا ما لها معنى، لذلك هي باوند. هذا الشيء حتى موجود عندنا باللغة العربية نفس الحكي ونفس النظام. عنده أيضا الستم. الستم the base from to which affixes are attached in the formal of words. طيب الستم اللي هو الجذر، شنو يعني الجذر؟ اللي هو أصل الكلمة، اللي هو أصل الكلمة. يعني أنا على سبيل المثال، على سبيل المثال حس حتى عندي باللغة العربية مثلا عندي كلمة مثلا يزرع، زرع، مزارع، مزارعون، زراعة، زراعي. هذول كل الكلمات شنو الجذر مالتهم؟ اللي هو الفعل الماضي زرع. أما باللغة اللغة الإنجليزية فالجذر ما يكون مضارع، ما يكون ماضي، يكون مضارع. يعني مثل كلمة playing played وإلى آخره، هذا أصلهم play يلعب. في اللغة العربية جذرها الماضي، اللغة الإنجليزية جذرها المضارع، جذر الكلمة كفعل طبعا. لأن أنا عندي يعني حتى مثلا عندي كلمة pen، pen مو فعل هذا اسم، فالسم هو الجذر، يعني اللي هو أصل الكلمة، اللي هو أصل الكلمة، اللي هو أصل الكلمة. طيب ننتقل الآن إلى lexical morpheme والfunctional morpheme. طبعا فشي عندي اسمه lexical morpheme، من أقول lexical morpheme free morpheme that is a content word such as noun or verb. من المورفيم اللكسيكال اللي هو الكلمة اللي تكون اسم أو فعل. شنو يعني اسم أو كلمة؟ خلينا نوضح أكثر. اللكسيكال مورفيم هو المورفيم اللي يقبل الإضافة. يعني شلون مورفيم يقبل إضافة؟ أنا عندي كلمات باللغة الإنجليزية كلمات مفتوحة وكلمات مغلقة. أكو كلمات تقبل الإضافة، يعني مثل كلمة مثل الأفعال والأسماء. الفعل والاسم يقبل الإضافة، يعني أنا أقدر يعني مثل كلمة كورونا فيروس، كلمة ما كانت عندي قبل، هاي ظهرت جديدة عندي. مثل كلمة انترنت ما كانت عندي قبل، ظهرت جديدة. إذن الاسم والفعل يقبل الإضافة. من أقول lexical morpheme يعني الكلمة اللي تقبل إضافة، أقدر أضيف بمرور الزمن هاي كلمة. مثل كلمات عندي كلوز، مثل كلمة مثل هسه كلمات أسماء مثل أدوات أسماء الإشارة، هن أربعة لو بعد مليار سنة ما أقدر أضيف عليهم، ما أقدر. مثل ضمائر، ضمائر بالإنجليزي سبعة، الهي والهو الهي والشي، هذين مغلقات ما أقدر أضيف عليهم. مثل وإلى آخره. فمن أقول lexical morpheme يعني الكلمة اللي أقدر أضيفها، اللي أضيف لها إضافات مثل الفعل والاسم. من أقول functional morpheme اللي هي ايضا فري مورفيم، هي ايضا كلمات ولها معنى ولكن ما اقدر اضيف عليه، مثل حروف الجر and وان ادوات الربط، هذين الكلمات ما اقدر اضيف لهن. مثل كلمه because وفوق واسفل، هذين الكلمات ثابتات بالانجليزي يسمونهن مغلقات، يعني يسمونهن closed class of words. هذين هاي التسميه كلش مهمه لازم نحفظها، وهاي الاوبن. طبعا الكلمات المفتوحه هن الاسماء والفعال والافعال والصفات، يعني اي اسم واي صفه واي فعل اقدر اضيفه، اقدر اضيفه. وانا مره دائما للطرفه دائما احكيها هاي السالفه بكل الدروس. مره من المرات كنت حاضر في احدى المدارس، فاجى طالب بيبكي على المدير، فيبكي بس الولد ما بيشي، يعني كل شيء ما بي، بس هو يبكي ويصيح وقال نجروني. نجروني شنو نجروني؟ انا ظليت صافن نجروني. فالاستاذ راح علي وقال له منو 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 نجرك؟ الظاهر هو الاستاذ يعرفهم، يعني هم هي منطقه يعني شويه يعني ريفيه وقديمه يعني. فقال نجروني، ظليت صافن شنو نجروني نجروني. المهم بعدين سالت الاستاذ ورا فتره ورا ساعة، قلت استاذ شنو نقروني؟ يعني اني نقروني اتوقع ضربوني. بعدين ولد ما بيشي، ما جاني بشي يعني مثلا، ولا جاني
كان يعني عفوا ما كان مبين عليه أثر ضرب يعني. قال لا نجروني يعني معناها سرقوني من سرقني. ف بعدين اكتشفت انه هي اصلها من نجري يعني شلون نجري حرامي نجرني هيك يعني هاي ما. فالفكره انه دائما اكو كلمات تظهر جديده خصوصا مثل فعل اسم هاي شغلات تظهر جديده. فالكلمه اللي مثل عندي كلمه اكو كلمات اكو كلمه نسيت اسمها اسمها كوفيدست اعتقد كوفيدست 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 يعني الشخص الذي يحتكر الموال او الشخص الذي يحتكر الاموال بسبب كورونا فيروس يحتكر الاموال والاكل والشرب او يصعد الغلاء. هذا هاي الكلمه ظهرت جديده بسبب كورونا. فالكلمات اللي تظهر جديده نسميها احنا اللي يعني تقبل الاضافه اللي هم الافعال والصفات والاسماء اللي هم الليكسيكال. الكلمات اللي ما تقبل اضافه مثل حروف الجر هاي ثابته فاسميهن فانكشنال فانكشنال مورفيم. ننتقل الان الى الديريفيشنال مورفيم وهذا تعريف جدا جدا مهم. شنو يعني ديريفيشنال مورفيم؟ ديريفيشنال مورفيم تعريفه It is a bound morpheme وهي من الباوند مورفيم that make new words or words of different grammatical category in contrast to unfunctional morpheme. انا عندي باللغه الانجليزيه نوعيتين من الاضافات من المورفيمات. هسه انا عندي باوند مورفيم وعندي فري مورفيم ولكن كاضافات يعني كاضافات المورفيم انا قاعد احكي عن مورفيم خلصت من المورفيم. انا هسه قاعد احكي عن ايش؟ قاعد احكي عن الاضافات اللواحق اللي تجيني. هاي اللواحق اللي تلحق بالكلمات لها نوعيتين. عندي ديريفيشنال مورفيم وهاي الاضافات اللي هي تغير لي الكلمه تغير لي الكلمه وتنطيني معنى جديد. هذا اسميها ديريفيشنال مورفيم. يعني على سبيل المثال مثل كلمه بوي صار بويش مثل كلمة كار عفوا مثل كلمة هابي هابنس سعادة جود جودنس. هذين الإضافات اللي هم ديريفيشنال مورفيم أقوى عليهم بعض الملاحظات. خلينا نكتب بعض الملاحظات. أول ملاحظة عليهم إضافات الديريفيشنال لا تتبع قاعدة معينة. أولا لا يتبعون قاعدة معينة يعني ما لهم قاعدة معينة. ثانيا الاضافات الديريفيشنال الاضافات الديريفيشنال نكتب عليهم ثاني ملاحظه يغيرون نوع الكلمه يغيرون نوع الكلمه غالبا ما يغيرون نوع الكلمه. يعني انا عندي كلمه هابي سعيد من قلت هابينس صارت سعاده تغيرت من فعل الى اسم. ثالثا اعداد الديريفيشنال مورفيم غير محدده ملايين الاف ما لا محدد الاف. هاي الملاحظات اللي تخص ديريفيشنال مورفيم بالاضافه الى التعريف مالتهم. احنا اشاره هنا يقول فور اكزامبل ان اديشن تو ديريفيشنال مورفيم ناس تشينج ادجكتيف تو ناون جودز. ممكن يجيني سؤال يقول لي هل دو or does the derivational or do the derivational morphemes change the meaning? هل the derivational morpheme يتغير المعنى؟ discuss ناقش give example. ايش راح اسوي بهاي الحاله؟ نعطي مثال عن عفوا نعرف derivational morpheme نعرفه بالانجليزي بالتفصيل نعطي عليه مثال ونشرح عنه شويه انه it can change the meaning تغير الكلمه ونعطي مثال نقول يا مثل كلمة good هاي جيد سويناها goodness صارت يعني اسم. فنعطي مثال ونشرح ليها. الآن ننتقل إلى الانفلكشنال مورفيم انفلكشنال مورفيم ونكتب عليها ملاحظة انفلكشنال مورفيم ونكتب عليها ملاحظة. أولا كتعريف هاي تنحفظ It is a bound morpheme that used indicate grammatical.
أو اللي يسمونهن اللواحق الإعرابية، يسمونهن اللواحق الإعرابية inflectional morpheme، لواحق الإعراب. نكتب عليه الملاحظة. أولا هذا النوع من الإضافات لا يغير الكلمة، لا يغير نوع الكلمة، ما يغير. إذا هي صفة تبقى صفة، إذا هي اسم تبقى اسم، إذا هي ظرف تبقى، ما تغير بها أي شيء. هذا النوع من الإضافات لا يغير نوع الكلمة، هذا النوع من الإضافات لا يغير الكلمة، هاي رقم واحد. ثانيا عدد هذه الإضافات هو 8، عدد هذه الإضافات هو 8. ممكن يجيني سؤال قارن عادي، عشان اعطي تعريف الباوند واعطي تعريف المورفين وانطي امثله واشرحهم بالتفصيل، شكل معلومه عليها اعرف. الملاحظه الاخرى عن عن الانفلكشنال مورفين، هي اضافات ثابته وتتبع قواعد معينه، تتبع قواعد معينه. طيب الان خلينا نعرف، احنا ذكرنا هي الثمانية، هن من الثمانية للانفكشنال مورفين؟ بسيط الامر كلش، بسيط الامر كلش. اضافات، اضافات الانفكشنال مورفين اللي هن اضافة، هن مو ثمانية، احنا قلنا ثمانية. ذن وين؟ اس التملك، اس الجمع، اس الشخص الثالث لاي ان جي، هذا نونهن موجودات امامنا. كل هذين الاضافات، هذين اضافات ثابته. انا ذكرت ملاحظه قلت انه هاي الاضافات ثابته، شنو المقصود بهاي الملاحظه؟ شنو يعني هذين الاضافات ثابته؟ يعني انه الاي ان جي دائما اضيفها للفعل واسوي مضارع مستمر، انه الاي دي دائما احطها للماضي، انه الاي ار دائما احطها للمقارنه، انه الاي اس تي احطها دائما للتفضيل، يعني فد شيء ثابت، ما يعني مرتبات وثابتات وواضحات، هن تسع بينات، عكس الدريفيشنال اللي ما لهن قاعده، ما لهن قاعده معين. هذا هو المقصود بهم. بس عندنا هذا التعريف ايضا مهم، مورف an actual form used as part of word representing one version of morpheme. المورف، من اقول مورف، من اقول مورف، المورف هو شكل من أشكال الكلمة، وهو يمثل نسخة أو وجهة أو إصدار من المورفين. يعني شلون؟ يعني أنا عندي هاي الكلمة من يصير لها أكثر من شكل، لما أحط لها مثلا، حتى بالعربي مثل يزرع، زراعة، مزرعة، زراعي، هذن كلهن، كل طبعة من عندهن أو كل كتابة أو كل نسخة شكل، هذا سميه مورف، هذا اللي احنا نسميه مورف. نقول مورف هذا هو المقصود به، مورف يعني المورف هو الصورة المن تابعة للمورفين. ايضا عندي تعريف الانفكس، هذا ايضا مهم، وهو فد شيء يعني يرتبط بال ال ال يرتبط بالكلمة، قصد إضافات البدائية الانفكس اللي هي الإضافات اللي تصير بالوسط، الانفكس تصير بالوسط.